من طنجة. لالا الزهرة مرحبا بك معنا. كيف يا بنتي؟ لاباس؟ الله يبارك فيك الحمد لله. ربي يخليكم لينا من تيم ونسينا، الله يرضى على وليداتي. الله يبارك فيك لالا الزهرة. نعم. تحية ليك تحية جنود الخفا اللي تسمعوا حاضرين كلهم كنسلم عليهم المستمع الكرام. الله يبارك فيك لالا مرحبا. دابا انا عطيتكم تدارك طيب، دابا سمعتكم ردتكم القديدة فاطمة. اييه. وانا عندي عاود عندي ديك الخليعه ديالي عنديها مختلف على ديالها شويه، ولكن انا قلت نعطيكم الكيكه اللي عندكم ديك النهار، ولا اللحم عاود اللي ساكنين في الباديه وما عندهمش الثلاجه كنعطيهم اللحم عاود كيعدلوه كيخلي كيبقى في النبيله. ناخذوا هذا اللحم هذا اللي تكلمتي عليه بطريقه مختلفه. واخا الحبيبه ديالي ولا واش اللحم اولا الخليع؟ اللي بغيتي يعني ناخذوا اللحم، لان كاين الناس اللي قلتي ما عندهمش الثلاجه. و عندي مشيت الثلاجه كيستعملوا هذا اللحم هذا. نعم هذا كنديروا اللحم الكميه اللي بغاو هما، حنا نعطيهم المقدار جوج كيلو. اها جوج كيلو هما يخيو بزاف، ولا هذيك انا جوج كيلو ولا ثلاثه كيلو اللحم كندير لهم نص كاس الخل، نص كاس هذاك الحامض الليمون، نص كاس حامض. اها هذا اللحم هذا كنغسلو كنفركو كنقطرو كنديرو كندير ندير الماء ثمان 3 لتر الماء ولا جليتر د الماء ونص كنديرهم في الطنجرة حتى كيغلاو. بلاتي بلاتي لالا الزهرة باش نتبعو معاك. جوج كيلو د اللحم قلنا غادي نغسلوه ونقطعوه ونديروه في الطنجرة. لا نديرو الماء بعدا يغلا هو الأول. نديرو الماء نكبو عليه نص كاس الخل ونص كاس ديال الحامض. يغلا يغلا ونكبو عليه زيت نص كاس الخل ونص كاس الحامض. إيه شوية الملحة ملح وغنسيبوه يطيب في ديك الماء تيغلى يغلى بعد هاد الشيء. لا غيطيب غيطيب خليك غيتبخر كيطيب حيت اللحم ما راه من داخلي ريحه. لا لا دابا بلاتي غير ركزي معايا لالا الزهرة، هاد الماء اللي درنا مع الخل وهذا حتى يغلى عاد نرميو فيه اللحم ولا نرميو فيه اللحم؟ لا تيغلى تيغلى عاد نرميو فيه اللحم. ما غنرميو فيه اللحم شويه الملحه غنخليوه يطيب بحال اللي غنطيبوه تيولي بحال اللي مبخر. باش يطيب حتى من داخل حتى في الجوف ديال العطن كيطيب. كيطيب كنزولو من داك الماء طيب وكنخليوه عاود ينشف. واش كتشدي عليه؟ كتشدي عليه شي شويه؟ لا كنطيبو غير بالماء والمليحه. لا واش ما كتشديش عليه الكوكوط؟ لا 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 واخا الكوكوط واخا لا كوكوط عاد لا هدلو كوكوط ما خيار يطيب غير في غير في الطنجره. اي اللي بغا يطيب كوكوط عاد ما يخليش يطيب بزاف في الطنجره. جوج بيضتين نص طايبان حيت حنا ما غنجبدوه نطيبوه عاد في الطاجين عاد غنزيد يطيب. غيزيد يطيب اي اي غنشدوه غنقطروه من الماء وغنشدوه غنشدو هادي شنو يقولو لها الزيت جوج كيلو الزيت بلاتي بلاتي نقطروه من الماء جوج كيلو ولا ثلاثة كيلو يقلو يطرو الزيت يطرو الزيت إلا غيقلو بزاف إلا غيقلو بزاف يقلو جوج يطرو الزيت. أييه واللي بغا يحمر كان حوالي كامل لقيتها خمسة يطرو الزيت أنا كنعطيه معاه الكمية صغيرة ما كنعطيهمش الكمية كبيرة. أييه نعم بس ملي غلا ديك الزيت يقلوها في طنجرة غير طنجرة تكون غارقة شوية تدوني ديك الطنجرة من النص بالزيت حاليا غنقليو الثلج. وغنسيبوه في ديك التاكلة ديك الزيت مزيان تتلاقى الدخان وغنسيبوه في ديك الزيت كيبقى يطبخ كيطبخ 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 بحال كيطيب في الماء هو كيطيب في الزيت. وكنزيدو شوية الزعفران في الأول من ديك بلاتي فاش هاد الزيت هذا يسخن مزيان عاد نرميو فيه هاد اللحم بحال غيتقلى بحال غتقلي الحوت بحال غتقلي الحوت. غتسيب هاد اللحم كيبقى يطبخ يطبخ كيطبخ يطبخ 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 حتى كيطيب مزيان كيولي بحال كيولي محمر كيرجع محمر بحال الحوت. كيتحمر في ديك الزيت. وديك الساعه ما كيتحمر كنزولو من ديك الزيت نقراها في الشركه ديالنا مثقوبه ولا في كسكاس كنخلوها تكثر ونجيبو واحد القدره ديالنا ديال الطين. هادي كنغسلوها نمسحوها وكنرقدوه فيها كندهنوها بشويه عاود الزبده ولا الزيت ولا باش ما كان كنرقدوه في ديك الطنجره ديال الطين وكنغطيوها وخا يبقى لك طاعم. هي كتجبد اللحم دابا المرا كتجبد اللحم باش طيبو جبد ثلاثة اللحمة ولا أربعة ولا واحدة ولا جوج المهم كتجبدهم كديرهم في التويكرة ديالها ودير لهم عاد الربيع ودير لهم التصلاة ودير لهم يعني حسب النسب ديالها العادي. إيه دابا هذا ماشي طيب أنا قلت لك في الماء وعايز تقطر وعاود يتحمر في الزيت وعايز ترقد في ديك الطنجرة ديال الطين. ونخليوه بحال اللي مخلعينو مخلعين هذا كيبقى واخا عام ما كيريح ما كيقرا على تفتح ديك الطنجرة كتجيب نسمة زوينة. والقدير على المرة غير كاين شي واحد المرة يعاود خليكم دانتكم على العصير الا جاك على خاطركم هذا خفيف عندي ماشي كنلبس. معنا اتصال هاتفي ان شاء الله الا ما كانتش مكالمة عاد باش كناخذوا جوج الوصفات. شكرا لك. هذاك الخليع باقي عندي بزاف وحاجة ان شاء الله. مرحبا لالا الزهرة مرحبا. الله يعاونكم. الله يبارك فيك. شكرا لحمزة اللي دوزني والشي شاكر وخا غايب كنسلموا عليه. الله يبارك فيك لالا الزهرة وتحية الناس ديال طنجة.